على بالنا بلي دوكا راه الصيف كامل البنات يحوسوا يقولوا يبعثوا لي دائما يقولوا راني بنجبن على نصائح تجميل، نصائح للشعر، نصائح مفيده اي تو، دونك يبعثوا لي بزاف يقولوا لي نيفين سيتينا ما كاينش تجيب لنا لي زاستيوس اي تو. دونك اليوم انا حنجيب لكم، جبت لكم يعني نصائح للشعر للنساء، على بالنا بلي دوكا الصيف كل وحده شعرها كيفاش يتبدل، كيفاش يعني انا وحده شعري وناشف. دونك يصيركش. ما بصير هيك بالصيف، كاين الناس على الرطوبه شعرهم بصير لا اوا كاين مشتوكي شتوكي بدا يتسرح. ما ما راني نسقسيكي بس راني نسالك. نو كاين صح جوستومون كريم اللي الناس كل واحد كيفاش شعرهم كيفاش داير، كاين ما يحملش الرطوبه، كاين اللي ينشف، كاين مع الشميس عبالنا خاصه دوكا في الصيف مع الشميس بصح مليحه الشعر بصح ماشي مليحه بزاف تضر الشعر كريم. كيما ضر البشره ضر شنقولش قلناها البارح انه كيما كاين حاجه مليحه للصحه تضر الصحه ثاني تماما كثرتها او كما ضفت البارحه للماء. اكزاكتومون كريم. دونك اليوم وانا دائما نجيب لكم حاجات اقتصاديه اللي تقدروا لها كامل وموجوده في كل بيت، يعني اللي ما راكمش رايحين يعني تصرفوا ولا حاجه اللي ما تلقاوهاش ولا حاجه اللي بعيده عليكم. دونك كنا هضرنا من قبل على فوائد تاع الثوم كريم للصحه انه مفيد للصحه، وكنت حكيت عليه كريم انه مليح لا طونسيون مليح ثاني مليح كنهضر عليه كريم بوباكور على ما اظن ثاني تماما اكزاكتومون مليح نديرو في الاطباق تاعنا لانه مليح يقوي المناعه مليح للكولون، يعني فيه فوائد بزاف كريم. وانا وقتها قلت انه كمان ثوم حتى أمير. الثوم صحيح. حتى كمان مفيد انه ممكن الصباح، وانتم وقت استغربتوا بزاف هذه الطريقه اللي هي حبه ثوم الواحد يشربها على الريق الصباح. هذه انت قلتها لنا. انا قلتها لكم ايه. هذه ديرها كريم. انا ما نديرهاش بصراحه بس والدي هو اللي يديرها. ويعني مليحه مفيده عندها يعني والدي مثلا لما بيصير في عنده حاله رشح او في عنده مشكله بالقراجم هذه باقي مليح القراجم جدا مليح يشرب وكيف يدير ياكل حبه ثوم يشمرها الماء شغل كما يشرب دواء حبه دواء كانك عم تشرب حبه دواء داكو هو عطاكم استيوس سيبها سيبها ونشوفوا. لكن هذه الفوائد اللي نحن نهضروا عليهم تاع الثوم هي يعني حتى انا ما كنتش دارتها في بالي انه الثوم يكثف ويطول شعر. ثم فوائد تاع الثوم عنده بزاف، الحاجه الاولى يعالج تلف فروه الراس، ثانيه ينمو الشعر يعني يطول الشعر وينمو، تعزز انتاج الكولاجين اللي عندنا في الشعر، تعزز الدوره الدمويه وتغذيه الشعر، تقويه الشعر ومنع تساقط الشعر، يعني اللي عندهم شعرهم يطيح ويتساقط ولا عندهم مشاكل يعني شعرهم يتكسر ولا شعرهم ناشف ولا شعرهم مقصر حابين يطولوه، دونك ما عليكم طبقوا غير واش انا حنقول لكم. الثوم عنده ديجا خصائص مضاده للميكروبات اللي تساعد على قتل الجراثيم والبكتيريا المسؤوله عن تسبب فروه الشعر اللي تمنع عنا شعرنا باش يطول. دونك راكم عرفتوا ديجا واش فيه. فيه فيتامين سي ويعالج مشاكل قشره الشعر، يعني كاين بزاف اللي عندهم قشره تاع الشعر كريم يشرو لي شامبوان ويشرو ويخسروا ايتو وما تروح لهمش القشره من القشره. دونك كاين اللي يغسلوا بالخل يشلوا شعرهم بالخل وكاين دوكا انا يعني قريتها يعني كي حوست قال لك الثوم ثاني مفيد للصحه مفيد للشعر باردون. دونك واش كاين عندكم ثلاث خلطات، يعني ما كاش دار ما فيهاش ثوم وزيت زيتون وما كاش دار ما فيهاش ثوم وسكنجبير اللي يقولوا كما تقولوا زنجبيل، وما كاش دار ما فيهاش يعني العسل والثوم. يعني الثوم موجود في كل دار خاصة بالجزائر بيستخدموا العسل كثير، يعني هذه الحاجة انتبهت لها بالحلويات وبالأشياء فأكيد موجود العسل. فوالا راحين قلت لكم كاين ثلاث طرق اللي نحن تعرفوا عليهم قبل الأذان، يعني حنقول لكم الثوم والعسل والثوم وزيت الزيتون وثوم وزنجبيل ولا سكنجبيل كل واحد كيفاش يقول له. يلا